عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك عبد الرحمن؟ طيب؟ طيب. لك اليوم دخلت بالغلط على درس ثاني. ايوه. استعجل. ايوه. اوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. We will take revision for the basic questions. Revision of basic questions. Abd al-Rahman, what's your name? If someone, what's your name? The question, what's your name? We say, my name is, my name. My name is. Are you with me, Abd al-Rahman? Abd al-Rahman? Hello, hello. Where are you? معلش عشان في الكتب عشان عندي ازعاج بس يلا ما هي مشكله اوكي now here the question what's your name answer me back please my name is عبد الرحمن very good so this is the first question then هذا اكتبه عندي ايوه تكتبه عندك ايه اكتبه عندك يلا اوكي رايت بليز طيب رايت يلا استاذ اوكي واتس يور نيم ماي نيم از عبد الرحمن هاو اولد ار يو ها هاو اولد ار يو وير ار يو لا هاو اولد ار يو كم عمرك يعني هاو اولد ار يو 20 اي ام 20 ايوه اي ام 20 هاو اولد ار يو I am 20. I am 20. Okay. حتى نتعلم عليهم. اكتبها يلا اكتبها. اكتب السؤال بعدين نكتب الجواب. Okay. طيب طيب. How old are you? I am 20. طيب. Next. How do you do? ها؟ huh? How do you do? يعني هذا يعني أنا إيش أدرس يعني؟ لا هذا وقت اللي بدك تتعرف على واحد لأول مرة بتقول له كيف الحال؟ How do you do؟ أول مرة بس أول مرة تتعرف على واحد جديد ما بتقول له كيف الحال وكذا وإلى آخره بتقول له How do you do؟ بالإنجليزي لا لا أوكي؟ How do you do? كيف ربي؟ عندك إزعاج يا عبد الرحمن ها؟ دقيقة في صوت يمكن من التلفزيون أو من الأولاد أو شيء ما بعرف. اسمه مثلا مثلا هذا اسمه اقول
سأل عليكم بالإنجليزي صح؟ يعني مثلا قلت لك بتقول انت بدك تعرفني على حالك تقول لي my name is عبد الرحمن how do you do؟ ايوه my name is عبد الرحمن how do you do يعني كيف حالك انت؟ انت عم تعرف حالك عن حالك. اوكي طيب انت عم تعرف طيب. عن نفسك مش بشي مكان مثلا فرضنا انت عم تشتغل بدك تروح على مكان تعرفهم عن نفسك تقول له my name is عبد الرحمن how do you do يعني كيف حالك؟ اوكي how do you do؟ صدق قط ترى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله اهلا بالمتأخر. على ابك هالمعدل والله كان عندي بالقوة دخلت. يلا اهلا وسهلا. يلا ابدا بكتابة الاسئلة الان يا عبد الوهاب يلا. يلا عاد. ما شاء الله اليوم وسليمان اليوم عندنا كمان. اهلا وسهلا بالشباب. كويس. صرنا زمان ما سمعنا صوتكم. الله يسلمك يا استاذ نجم والله كنت تعبان البارح. يلا يلا سلامات سلامات اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك ان شاء الله. سلامات يا سليمان. الله يسلمك ابو داح. نعم. اوكي. الان اذا بتسال واحد what do you do يعني شو بتشتغل؟ ماذا تعمل؟ what do you do؟ what do you do؟ اكتب لي السؤال الان حتى نكتبهم كلهم الان. what do you do؟ الان بدك تقول انا طالب مثلا بتقول I am a student. I am a student. What do you do? I am a student. Student. What do you do? I am a student. Okay. What do you study? What do you study? ماذا تدرس؟ الآن بدك تقول عم بدرس إنجليزي، شلون بتقول عم بدرس إنجليزي؟ I study English. I study English. What do you study? I study English. Are you married or single? انتبه للسؤال هذا. Are you married or single? يعني هل أنت متزوج أم معزب؟ هل أنت متزوج أم أعزب؟ أوكي؟ single single. سنجل يلا الله يجوزك أربعة إن شاء الله يا عبد الوهاب وياك وياك إن شاء الله أستاذ نجم أنا وأنت ليلة واحدة بإذن الله يا لطيف يا لطيف هذا خيال علمي هذا يلا Are you married or single? Married يعني متزوج married married متزوج single okay الآن بدك تجاوب مثلا بتقول I am single عبد الرحمن الفخراني are you married or single؟ ها؟ huh? ما سمع are you married or single؟ لا لا عبد الرحمن married متزوج عنده ثلاث لا لا يلا are you married or single؟ آه يلا أنا عبد الوهاب الأزوبي single I am single قول I am single. I am single. أيوة يعني أنا عزوبي عزابي شايف. Are you married or single? I am single. I am single. Single. Okay. دقيقة بس خلي أكتبها. يلا ها رجعت لك إياها. ولا يهمك. Are you married? Married إذا معناته متزوج. Single. عزوبي Are you married or single? Then
Do you have a job? Do you have a job? يعني لديك عمل؟ هل لديك عمل؟ Do you have a job? Okay. Where are you from? بالله استاذ ارجع بالله ارجع استاذ. يلا بسرعة بسرعة. Do you have a job? Do you have a job? Then where are you from? Where are you from? Where are you from? من أين أنت? We say, I am from Dammam. Where are you from? From Namas, yeah, doctor. From Namas, okay. I am from Namas. Where are you from? Dammam. I am from Dammam, okay. I am from Dammam. Where are you from? I am from Namas, okay? I'm Nam, sorry. Yeah, where are you from? Where are you from? انتبه علي يا شباب وقت القراءة ما بنقرأها where are you from هيك بنسويها لا ندمج الكلمتين هذول مع بعض نشوف نسويها طويلة where are you from okay أستاذ الأسئلة أسألك تسوي منها جدول لو تسألها بواتساب حسن نعم أرسلكم إياها بالواتساب شوي أوكي قاعد أقول لما أسوي جدول من الأسئلة وتسألها في نسويها مع الجواب مع الأجوبة راح نسويها مع الأجوبة إيه كويس where are you from Write them here. Where are you from? I am from Dammam. I am from Namas. 1 minute, please. Okay, look, we say, make it bigger. سأكبر الخطة استاذ. Okay. Yeah. What's your name? Question. Name. Now, my name, the answer. My name is Abdul Wahab. Rahman. Rahab. راح نكتب الكل الأسماء حتى. Okay. Abdul Wahab. My name is Abdul Rahman. Abdul Rahman. My name is Sleiman. Sleiman. Okay. Sulaiman.
سليمان. Okay. سليمان. So my name is Abdul Wahab. What's your name? My name is Abdul Wahab. Okay, so write your name like this. Okay. Where are you from? From Dammam. I am from Dammam. Okay. الآن اللي قال لك I am from نماص. Okay. على فكرة تبع النماص شو معنى النماص بالعربي؟ جاوبوني يلا. عبد الوهاب سليمان. ألو. اي نعم يا استاذ نجم. عم اسالك شو معناته النماص بالعربي؟ شو النماص يعني؟ هذا اسم محافظه الديره حقتنا، والله اني ما ادري ايش معناه. انا عرفان الاسم المديني، بعرف ان الاسم المديني شايف مشهوره، لكن كلمه النماص شو معناتها؟ النماص يعني والله اني ما ادري، يعني ما افتيك استاذ نجم، لكن ما ادري والله، لكن سؤال النماص يعني من الناموس والمرجله والعلم الغانم. ايه مكانه قالوا ناموس مو نماص. الصاد انت بالصاد كلها ناموس ونماص كلها جمعناها. يلا ما هي مشكله، الله يعطيك العافيه. اوكي الله يعافيك ان شاء الله. أوكي. والله ما ادري عندك كانت معناها. اسال معناتها شايف، قل له شو معناتها النماص، شايف للشياب بجوز بيعرفوها. خلاص ابشر، اسال لك الشيبان وارد لك خبر بكره ان شاء الله. الله يبارك فيك. اوكي. So where are you from? I am from Nimas or I am from Dammam. Okay. So this is question number one. This is question number two. Question number three. What's your nationality. Bobby Shoya, what's your nationality? What's your nationality? يعني إيش جنسيتك هاي معناتها؟ I am سعودي. أيوة. I am Saudi. I am Saudi. Yes. لا عليك سعودي. Okay. What's your nationality? Nationality. I am Saudi. Saudi. Okay. Abdul Wahab. Okay. What's your nationality? I am Saudi. Now, are you married or single? Are you married or single? شو قلنا مارد وسينجل معناتها؟ يعني عزوبي. متزوج أو عزوب. أوكي. بتقول I am single. So are you married or single? I am single. So this is the question. Look. What's your name? In yellow. Where are you from? What's your nationality? Are you married or single? Single. Okay, I am single. Number five. What do you do? شو بتشتغل؟ What do you do? Okay, what do you do? Say, I am a student. Student يعني طالب. I am a student. What do you do? Student. I am a student. I am a
Yeah. I am a student. What do you do? I am a student. Okay. What do you like? What do you like? شو بتحب? Number six. كورونا ايه. ابتعد علي. اهم شيء انك متنفس. اي دوري بوقف عند بيت جدي ولا انزل تحت لاني بقف حلب. What do you like doing? دوري من قدام دوري من قدام. شو بتحب? سلام الحمد لله. اوكي. عبد الرحمن شو بتحب انت? What do you like doing? اقول بالعربي ولا بالانجليزي؟ انجليزي طبعا. يعني ايش اكل ولا ايش I like I like شو بتحب مثلا I like football ايوه football football I like football سليمان what do you like نعم يا دكتور I like swimming. Very good. Swimming. Very good. بحب السباحة. يا سلام عليك. I like swimming. I like swimming. Very good. So what do you like? Thank you, Mr. يا شباب في إزعاج في لو سمحتوا في إزعاج عندكم. إزعاج في صوت. Okay. What do you like? I like football and swimming. Look. My name. راح اقول الكلام عن 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 عبد الوهاب مثلا انا بس عبد الوهاب لحاله مثلا اقول my name is عبد الوهاب وش بلا عبد الوهاب الان عبد الوهاب انا بدي اقول الجمل كلها عنك انت بس انتبه my name is عبد الوهاب I am from نماص I am سعودي I am single I am a student I like football and swimming I like football and swimming عبد الوهاب tell me about yourself يلا Hello. Sleman. Come on, ma'am, Isma. Abdul Rahman Fakhrani. Hello. Yes, sir. Gagat, asatak. Yalla, بسرعة. اكتبون. صورت مستر اوكي سو ماي نيم از انسر ذيس كويستشنز باك عبد الرحمن واتس يور نيم ماي نيم از عبد الرحمن وير يو فروم عبد الرحمن وير يو فروم اي ام فروم دمام اوكي واتس يور ناشوناليتي I am Saudi. Hey, Saudi. I am Saudi. Okay. Are you married or single? Are you married or single? Single. I am single. Yes, I am single. What do you do? I am a student. I am a student. Okay. What do you like? I like football and swimming okay يعني كرة قدم وسباحة اي انا بحب كرة القدم والسباحة I like football and swimming okay راح اكتبهم الان
بمقطع واحد عنك انت يا عبد الرحمن ورا بعض ماشي. لوك ما راح اكتب لك مقطع عن نفسك انت الان. ماي نيم الكل لازم يسويه على نفس عبد الوهاب وبالنسبه لسليمان نفس الشكل. ماي نيم از عبد الرحمن الفخراني. تحطها بالاي ولا بالواي انت؟ لا الفخراني. بالواي ولا بالاي بتحطها الاخيره؟ الفخراني. يا اخ شيء يعني بالانجليزي يا هذه إيه. احسن. ماي نيم از عبد الرحمن الفخراني. اوكي فول ستوب. اي ام سعودي. اي ام سنجل. اي ام سعودي. اوكي اي ام سنجل فول ستوب. اي ام single 20 years 20 عمري 20 سنة. اوكي I am single. Single I am single. اوكي full stop. I study English. ايوه I study English. English at وين؟ البسام Institute. صعب الكلمة هاي. Institute معناتها معهد. My name is عبد الرحمن الفخراني. I am single. I study English. Okay. I am 20 years. Yes, I am single. I study English at Al-Bassam. English. Institute. Okay, full stop. I like. حب شو بحب. I like football and swimming. I like football and swimming. Swimming. My name is Abd Rahman Al-Fakhrani. I am Saudi. I am 20 years. I am single. I study English at Al-Bassam Institute. I like football and swimming. قولوا عن نفسك مرة تانية عبد الرحمن نشوفك. يلا. I am Abd Rahman. My name is Abd Rahman. My name is Abdurrahman. My name is Abdurrahman. I am Saudi. I am 20 years. Years. I am single. I am single. Yeah. I study English at Al Bassam. I study English with Sam. I like football and swimming. Yes, I like football and swimming. Okay. Abdulwah Sleiman, can you say this about yourself? Sleiman, do you hear me? Sleiman. Hey, Sleiman, hello. Abdulwahab, hello. Sleiman. Sleiman. Manon. Okay, على طول Manon. يلا. Sleiman. Okay.
صورها هاي او اكتبها يا عبد الرحمن هاي. يلا صورها واكتبها. احسن اصورها احسن. صورها ايوه يلا صورها. خلاص راح اقرا لك اياها. My name is عبد الرحمن الفخراني. I am Saudi. I am 20 years. I am single. I study English at Al-Bassam Institute. I like football and swimming. Okay. Okay. الان لو كتبناهم باستماره مثلا بدك تعبي استماره انت بالانجليزي شايف بيكونوا كاتبين name age okay born okay born nationality married or single, study, look, this is application form. هاي اسمها استمارة التقديم. مثلا واحد بيقدم بالشركات بيقدم بالوظائف شايف شو اسمها هي application form. application form name age born nationality married or single mobile number see موبايل إيه. اوكي اوكي like this. هاي اذا بنكون عم نعبي استماره في اي مكان اسمها application form name we say راح نسميها مثلا عبد الوهاب الشمري. عبد الوهاب استمان حاطين كتم صوت. عبد الوهاب الشمري. ايج ما بنعرف عمره نحن لعبد الوهاب بنحط مثلا 20 ولا يكون 21. وين ولد؟ ولد بالنماص. نماص. ناشوناليتي الجنسية سعودي. Saudi. Married or single? Single. عزابي. شو عم يدرس الآن؟ مثلاً High school. School. ثانوية مثلاً. Mobile number. 0555544444444 etc. Okay, so this is application form. عبد الوهاب هل شايف الابلكيشن فورم تبعك ولا لا؟ ما في صوت شايف؟ عبد الرحمن صورها هاي انت. طيب ايه بس نحط رقم هيك حط رقم. هم عشان حاطين كتم صوت. أعطيك قاعد يمصوغ. أيوه ما عم يسمعوا. يلا أوكي. My name is Abdulhab Shemari. I am 21 years old. I was born in Nimas. Nationality Saudi. Married or single. 1 minute. Okay. Iman, Zuhab, Anakum. Good.
الآن يا سيد خلصنا من المعلومات الشخصية. عبد الرحمن، أمس نحن أخذنا أسماء الملابس صح ولا لا؟ أيوة تراني معكم أمس وخذتها. فتح لك لك هاي الاستمارة عن نفسه عن أنك application form كتبتها. هاي استمارة التقديم، إذا واحد بده يعمل استمارة مثلا بيكتب اسمه name age العمر السن born وين ولد born nationality الجنسية married or single يعني متزوج وعزب study شو درس mobile number اوكي. هاي عبارة عن application form، application form يعني استمارة تقديم، استمارة تقديم. اوكي، امس نحن درسنا اسماء الملابس. عبد الرحمن معايا؟ عبد الرحمن الو، وين راح عبد الرحمن؟ سكر كان. الله 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 الله. عبد الرحمن اوكي، راح اعيد انا الاسماء الملابس. كلوذز، كلوذز الملابس، اسماء الملابس اللي اخذناها امس اعادي. Yes. What? يلا راح اكتب لك، راح اكتبه الان يا. Look, we said shirt. Shirt قميص. T-shirt. قميص طويل قصير. Okay. Tie. ربطة العنق. كرافته. ايوه. Belt. بلت الحزام. بانتس، بانتس البنطلون. بانتس البنطلون. اوكي. سوكس شرابات. الله. شوز الجزمة. وانت جزمة نعم. وفي عندك بوتس البستار هذا. بوتس. ايه بوتس. Then we have في عندنا النساء دريس فستان سكيرت. سكيرت تنورة. See. So we have here. Look. Clothes. Number, if we number them. Ten. كويس عشرة. Shirt, T-shirt, tie, belt, pants, socks, shoes, boots, dress, skirt. هذول أخذناهم أمس يا شباب. ماشي؟ بس أنا حبيت عيدهم لأنه ما كنتوا موجودين. Right؟ أستاذ أنا أمس دورت لها في الكتاب ما لقيتها. ما أنا قلت لك بالصفحة. ها؟ الصفحة، الصفحة 86 يا. اي كتاب؟ كم 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 كم؟ على الشرط. كم استاذ؟ موجودي بالكتاب. بدي بلا لحظة يا لحظة لحظة. قلت لك الصفحة 86 87 موجودة. بيج 87 بالصفحة. 86 دقيقة. وريك اياهم بس بال البوك ولا العادي؟ ها؟ لا البوك، البوك مو الورك بوك، الكتاب الكبير. طيب.
اوكي طيب دقيقه بس خلينا نشوفها. طيب بكره عشان تكونوا كلها تكون موجودين شايف، بكره عندنا كويز، عندنا اختبار قصير. سليمان وعبد الهادي سامعين؟ اختبار قصير، اختبار قصير، انا اعطيكم اختبار قصير ماشي. اختبار ايش؟ اختبار قصير على الاشياء، يعني ممكن مثلا اعطيك الاسئله اللي اخذناها تجاوب عليها شايف. اوكي الكلمات بكره ان شاء الله على خير. ماشي يا شباب. طيب استاذ انت ترسل على الجروب، احنا ناخذها نرسلهم على الجروب هذول ان شاء الله. هلا نرسلهم على الجروب. اوكي يلا. Do you have any question now؟ عندكم أي سؤال؟ No questions؟ يا شباب أي سؤال؟ عبد الرحمن سامعني؟ هلا أستاذ. أيوة في أي سؤال؟ Any question please؟ أرسل على الجروب أستاذ نشوفها احنا. خلاص راح أرسلها بالجروب إن شاء الله. يلا نشوفكم على الأسئلة. ما الأجوبة ولا بس الأسئلة؟ أنا بجيب لك السؤال أنت بتحط الجواب. يعني شوف الان لا يعني مثلا شوف مثلا ممكن انا اعطيك الابلكيشن فورم هاي شايف تعبيها عن نفسك. انا احط لك نيم ايج كذا اوكي، او ممكن اسالك سؤال بقول لك مثلا وات دو يو دو، انت شو بتجاوب؟ اي ام ا ستودنت. اوكي يلا نشوفك على خير، نشوفكم على خير يا شباب بكره ان شاء الله. السلام عليكم. لا قصدي استاذ الحين انت اللي ترسلها بالجروب ايش هي؟ راح ارسل لك هذول كلهم، هذول بالجروب، هذول كلهم اللي اخذناهم اليوم.